مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في موعد جديد من جلستكم الرياضية اليومية على قناة ميديا تي في سبورت تايم. في حلقة اليوم سنتحدث عن مشكلة المنع من التعاقدات الذي يطارد العديد من الأندية الدوري المغربي على بعد يومين فقط من انطلاق الموسم الكروي الجديد. مجموعة من الأندية تسابق الزمن لرفع المنع وتأهيل اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي الحالي. وعد غير يسير من أندية قسم الكبار قد تبدأ الموسم دون الاستفادة من خدمات الأسماء الجديدة لتأخرها في تسوية وضعيتها المالية. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الرباط الصحفي والمحلل الرياضي عادل العلوي. سي عادل، أهلا بك وشكرا على حضورك معنا في سبورت تايم. مرحبا سي عبد الله، مرحبا بكل مشاهدي ميديا تي في. أهلا بك. إذن سي عادل، يومين فقط ويبدأ الموسم الكروي الجديد في المغرب، أندية كثيرة ربما تقارب العشرة أندية تعاني من مشكل عدم رفع المنع من التعاقدات، وبالتالي فهي مهددة ببداية الموسم دون يعني بتشكيلة غير مكتملة. فعلا مع بداية كل موسم تقريبا في المواسم الماضية يعني القليلة الماضية تتكرر أسطوانة الأزمة المالية والديون العالقة لدى مجموعة من الأندية. أعتقد على أنه هذا الموسم الأمر مختلف جدا، لأنه الأزمة تفاقمت والديون تعمقت، وبالتالي الأندية ستجد صعوبة كبيرة جدا في تأهيل اللاعبين الجدد في يعني في انتدابات جديدة بالنسبة للموسم الجاري، في أيضا هيكلة يعني مالية فيها كثير من الحكامة وكثير من الشفافية. فالموضوع يعني ليس بالسهل، لأنه المبلغ زميلي عبد الله هو مبلغ كبير، نحن نتحدث على 42 مليون دولار، في حدود 42 مليون دولار، نتحدث على 11 النادي تقريبا كلها بأزمة خالقة، نتحدث على 436 ملف للنزاعات تم تسوية فقط 237 منهم التي تمت تسويتها. وبالتالي فأعتقد على أن الأزمة هي مرتبطة أولا بالصرف، مرتبطة بالحكامة، مرتبطة أيضا بالوضوح الخاص بالمالية للأندية، وأيضا بتراكمات من خلال المكاتب المسيرة التي أغرقت الأندية في كثير من الديون. فبالتالي الآن وجب الآن يعني وضع الأصبع على العطب. نعم. سي عادل يعني كيف ما قلتي بان هذه مساله تراكمات، والفرق ديال انديه القسم الكبار بالتحديد يعني تراكم ازمه منذ سنوات تعاقب مكاتب مسيره، ولكن هذا المشكل يظهر مع بدايه كل موسم، يعني جميع الفرق تعرف بانها تعاني ماديا، ورغم ذلك تقوم بتعاقدات كثيره. هو مشكل حكامه في الاساس. صحيح، هو مشكل حكامه وتدبير جيد للميزانية الخاصة بالأندية. فلا يعقل أنه نادي مثلا ناخذ يعني النوادي المرجعية، ونتحدث عن النوادي المرجعية والتاريخية على مستوى البطولة المغربية كالوداد، كالرجاء، كفريق المغرب الفاسي، كاتحاد طنجة، كالمغرب التطواني، كغيرها من الأندية، أولمبيك أسفي وغيرها. هذه النوادي تعرف على أن هناك أزمة، وأزمة يعني تفاقمت لأربع أو خمس سنوات، ورغم ذلك تقوم بمجموعة من الانتدابات اعتبارا من خلال يعني التوقعات التي يمكن أن يعني أن تصدها ميزانيتها على مستوى الموسم الجاري، وأيضا اعتبارا لطبيعة الحال لأهدافها وطموحها على المستوى المحلي أو على المستوى القاري. ولكن لا يمكن أن نضع يعني الجميع في نفس السلة وفي نفس يعني السياق. هناك سياق ديال أزمة مالية خانقة لهذه الأندية، معنى ذلك أنه المكاتب السرية هي المسؤولة عن هذه الأندية، ووجب على المكاتب قبل أن تذهب وقبل أن يعني يسمح لها برلمانها بالذهاب وبالاستقالة، عليها أن تسوي الديون، كما وقع مثلا على مستوى مثلا فريق المولودية الوجدية الذي وجد نفسه امام نزاع هذا المكتب لم يكن له يد ك يعني مشكل المدرب عبد السلام ودو. المدرب ودو الذي يعني له في ذمة فريق المولودية الوجدية يعني 80 مليون ديال الدرهم، وهذا نعم. يعني عائق
أمام هذا الفريق من أجل التطور، من أجل خلق انتدابات. فالموضوع هو عميق ويعني مرتبط بالحكمة وبالشفافية الخاصة بالفريق الأندية. بالحكمة والتدبير وحتى في الرؤية سعادي، لان يعني بعض الانديه، ماشي كل الانديه كتفصل اللقب، ماشي كل الانديه عندها مسابقات قاريه، ورغم ذلك هي يعني تقوم بعمليه انتحاريه ان صح التعبير، كتقوم بتعاقدات فوق المستوى ديالها، وهي عارفه ما عندهاش موارد ماليه، كاين يعني انحسار سوق الاشهار في المغرب بالنسبه لانديه كره القدم، وايضا صوره بعض الانديه اللي ما كتساعدهاش انها تقوم او تبرم عقود مع شركات، وايضا القيمه السوقيه للاعبين اللي احيانا كتكون غير مبرره، واليوم كنشوفوا يعني بعض اللاعبين كيتقاضوا اجور كبيره. سي عادل صحيح، هو يعني الموضوع اللي ذكرتي صحيح، لأنه سومة اللاعبين المتداولين ليس هي السومة الحقيقية، وده يكون يعني المشكلة واضحة. هناك تجاوزات يا إما من خلال وكلاء اللاعبين الذين يرفعون السومة، أو من خلال أيضا التعاقدات التي لا نعرفها جيدا، التي تبرمها المكاتب المسيرة مع اللاعبين ومع المدربين. زيد على ذلك التساهل وهو شيء أساسي الذي يعني منحته الهياكل الخاصة بالجامعة الملك المغربي لكرة القدم مع هذه الأندية في السابق من المواسم، وبالتالي هالتراكمات جت على يعني نتيجة تساهلات ونتيجة يعني سد العين على بعض الاختلالات التي وقعت في مجموعة من الأندية في مالية الأندية، وتركت هذه الأمور وتركت الأزمة تتعمق سنة بعد الأخرى. زيد على ذلك على أنه المكاتب المسيرة أو التدبير ديال المكاتب المسيرة من خلال يعني الطموحات الغير المبررة، فهناك نحن نعلم الأندية التي تلعب على الوجهة الإفريقية وعلى الوجهة العربية ولها طموحات، ولا يسمح لها يعني باللعب على يعني على يعني على مستوى دوني، ولكن هناك أندية أعتقد أنها تستهلك ولا تنتج حتى على مستوى يعني اللاعبين، يعني ليست كمثلا أندية مكونة أو أندية تنشط البطولة بالشكل المطلوب. أندية تستهلك المال، تستهلك فقط يعني اللاعبين، وتقوم بانتدابات 10 11 12 13 14 لاعب في الدفعة الواحدة على مستوى الميركاتو الصيفي والميركاتو الشتوي. معنى ذلك أنه هذه نوادي يجب أن تتوضح رؤيتها وأهدافها حتى على مستوى البروفايل ديال المدربين المتعاقدين معها، يجب أن يكون بروفايل محدود، بروفايل معروف، بروفايل عنده أهداف يعني واضحة وشفافة ويعني يعني ولها يعني النتائج على المستوى المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، وخاصة فيما يخص التكوين. وهنا بيت القصيد جميع الأندية التي لا تلعب على مستوى بطولة القسم الوطني الأول هي أندية تستهلك ولا تنتج إطلاقا. نعم، وعادل ربما اليوم يعني المشروع التي أعلنتها الجامعة قبل أيام، العقد اللي كان بين الجامعة المغربية لكرة القدم والمكتب الشريف للفوسفات حول التكوين ربما يعني يخفف من هذا المشكلة التي تعاني منه معظم الأندية المغربية. كما قلنا هناك يعني تناقض من الواقع والادعاء، أندية لا تملك موارد مالية ولكنها رغم ذلك تقوم بتعاقدات كثيرة تجبرها أو تدخلها في نفق الأزمة المالية اللي هي أيضا تعيشها في الأساس. سعاد العلوي شكرا جزيلا لك، نلتقي في موعد لاحق بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سعد الله، شكرا للمشاهدين. شكرا لك، نهاية سعادة اليوم مشاهدين برنامج سبورت تايم، في أمان الله.